بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الفيديو بتاعنا النهاردة هنتكلم فيه عن أفضل أنواع الحمام في التهجينات بالنسبة للحمام البلدي وبالنسبة لمشاريع الحمام البلدي، لو حابب إن أنا أبدأ مشروع الحمام البلدي في المنزل عندي وإزاي إن أنا أقدر أسوقه، في نفس الوقت إزاي إن أنا أقدر أهجن منه حمامة تديني حجم كبير. إحنا عارفين إن الحمامة البلدي كلها طبعا حجمها ضعيف جدا في الناحية التسويقية وضعيف في ناحية الإنتاج بالنسبة للحوم. لو أنا حابب إن أنا أكل منها طبعا حمامة ضعيفة جدا، حابب برضو إن أنا أسوقها طبعا ما بتجيبش فلوس، فعشان كده أتكلم على نوع معين ممكن تدخله على الحمامة البلدي دي عن تجربة، والحمد لله جربناها في الفترة اللي فاتت دي ونجحت معانا. كلنا عارفين طبعا إن إحنا بندخل الحمامة البلدي على الحمامة الرومي فبتدينا الحجم اللي هو التلتينات، ولكن انا ممكن ناخد حجم التلتينات يكون بطيء شوية في العملية الانتاجية. هنتكلم النهاردة ازاي انك انت تحافظ على العملية الانتاجية بالنسبة للحمامة البلدي، هنتكلم على التهجينات الصحيحة وهنتكلم على طرق التهجين بالنسبة للحمام البلدي. النوع النهاردة اللي انا هتكلم عليه بالنسبة للتهجينات اللي هو اللاحم مع البلدي، ده من افضل انواع التهجينات فعلا عن تجربة، وكانت طبعا النتيجة هايلة جدا بالنسبة للتهجين رغم صغر حجم الحمام البلدي، ولكن زي ما احنا شايفين كده حجم الزغلول ما شاء الله برضه اداني نفس الحجم بتاع الحمام اللاحم. ليه السبب اللي هو اداني نفس الحجم وليه ما ادانيش نفس حجم النتاية رغم صغر حجم النتاية؟ اول حاجة يا جماعة بالنسبة للتهجينات لازم الدكر هو اللي يكون عندي هو اللي حجمه كبير، زي ما احنا شايفين كده ده الدكر ودي النتاية، رغم ان النتاية صغيرة في الحجم ولكن ادتني زغلول نفس حجم الدكر بالظبط. مش شرط طبعا ان هو يكون زغلول واحد، ولكن الزغلولين هيطلعوا بنفس حجم الدكر اللي هو اللاحم. طبعا انا حافظت كده على السرعة الانتاجية، حافظت طبعا على حجم الحمامة، بعد كده دي توليفة فعلا ان انا اقدر استفاد منها لو انا حبيت اكل زغلولين. اللحوم طبعا طعمها ممتاز جدا وفي نفس الوقت هلاقي فعلا زغلول في لحم، عكس طبعا لما انا باكل حمامة بلدي بيبقى حجمها ضعيف جدا. من ناحية التسوية برضو ان انا اقدر ابيع، يعني مثلا لو انا هبيع الجوز هبيع الجوز في حدود 70-60 جنيه، عكس ما انا برضو ممكن ان انا ابيعه ب 30 او 35 ما بستفادش منه، بقدر ان انا اجيب حق الكلفة واوفر كمان من حق الكلفة من خلال اللحوم اللي انا ببيعها للفرارجي. ده كده يا جماعة بالنسبة للتهجين بالحمام البلدي بالحمام اللي هو اللاحم، وده افضل نوع وعن تجربة. دي طبعا مش التجربة بتاعتي، ولكن حبيت طبعا ان انا اتكلم عليها. ده كان جوز ان انا مديه لاخويا لاحم ولكن طلعوا دكرين، فجوز الدكرين لنتيتين بلدي، كانت النتيجة فعلا مبهرة جدا، وحبيت طبعا ان انا اوصل الرسالة دي بالنسبة لموضوع التهجينات، لانه برضو سألني على التهجين هل الدكر هو السبب في الحجم ام النتاية. طبعا شرحت له عملية التهجين والحمد لله تمت بنجاح، وكان طبعا النتيجة زي ما احنا شايفين كده من ناحية طبعا الحجم، لانه هو كان بيعاني من صغر حجم الحمام البلدي. احنا عارفين الحمام البلدي طبعا حجمه صغير زي ما اتكلمنا في بداية الفيديو، فلو انت حابب انك انت تهجن الحمام ببعضه هيديك برضو حجم التلتينات اللي هو ما بين الرومي وما بين البلدي، نفس الحكاية لو هجننا اللاحم بالبلدي هيديك نفس الحجم اللي هو التلتينات اللي احنا اتكلمنا عليه، وكده تقدر تستفاد بتربية الحمام عندك في البيت. دي كده نهاية حلقتي معاكم، ورب كده اكون قدرت اقدم مادة مفيدة لحضراتكم. ما تنسوناش بقى في نهاية الفيديو باللايك والشير واشتراك في القناة، وياريت تفعل زر الجرس لتصلك كل فيديوهاتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.